السلام عليكم. 250 مليون ريال من ميزانية مجلس الوزراء تم نهبها من المال العام وتحويلها لما يسمى مؤسسة الشهيد، فعالية تخص الميليشيا من دون الشعب، سميت باسم يوم الشهيد، ولضحايا هم في الأساس ضحايا هذه الميليشيا. مفارقات تجسدها هذه الوثيقة المختومة بختم القائم بأعمال أمين مجلس الوزراء المعين من قبل الميليشيا، وهي تمثل شكلاً من أشكال إهدار المال العام في بلد فقير تصرف لمناسبات تخص الحوثيين دون سواهم من أبناء الشعب، لكن يتم تمويلها من مال الشعب المنهك دون اكتراث للتدهور الاقتصادي الحاصل في بلادنا منذ انقلاب الميليشيا، ودون ما مراعاة للوضع الإنساني في بلد يعاني فيه أكثر من مليون طفل من سوء التغذية بحسب التقارير الأممية، في اللحظة التي يتم فيها إهدار المال العام بأوامر صرف خيالية. كانت الميليشيا قد أقدمت على خطوة كارثية، وهي إيقاف صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لشريحة واسعة من اليمنيين المستفيدين من المبالغ الزهيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية. بين هذا وذاك، ما خطورة إهدار المال العام في مناسبات خصوصية، وما أثر ذلك على المستوى الاقتصادي، وإلى متى تستمر الميليشيا في هدر موارد بلد يسير نحو كارثة الانهيار الاقتصادي؟ حول ما سبق من تساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فأكونوا معنا. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. 250 مليون ريال خصصت ليوم الشهيد، هذا ما أظهرته الوثيقة التي تشير لقيام ميليشيا الحوثي بسحب مبلغ 250 مليون ريال من ميزانية مجلس الوزراء بدعوى المساهمة في نفقات فعاليات الذكرى السنوية لما يسمى بيوم الشهيد. 250 مليون ريال إذن من مال شعب فقير مغلوب على أمره، يعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر ونصفه على الأقل مهدد بالموت جوعاً، إلا أن المفارقة الغريبة أنه لا الفقراء الأحياء استفادوا من هذه الأموال، ولا حتى أسر ضحايا حروب الميليشيا من يسمونهم بالشهداء أيضاً. هذا ما تكشفه الوثائق التي يتم تسريبها بين الآونة والأخرى، وما خفي كان أعظم، فالنهب المنظم للمال العام تحت مسميات عديدة منها المجهود الحربي ويوم الغدير، أو ما يتم نهبه تحت عناوين دينية، في الوقت الذي توقف فيه الميليشيا صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لأكثر من مليون يمني جلهم من الأرامل والأيتام والعجزة والمعاقين والمعدمين من رعايا صندوق الرعاية الاجتماعية منذ ما يقارب العام، ليواجهون الموت جوعا في ظروف معيشية بالغة التعقيد، ناهيك عن من فاقمت الحرب ظروفهم وزادتها سوءا على سوء. لا يلقي هذا المشهد بظلاله على غضب اليمنيين من هدر أموالهم فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تحديد موقفهم من المناسبات ذاتها، فيما يعني أن تأخذ حق رغيف الخبز والدواء لتحتفي بذكرى من دفعتهم للقتال وكانت سبباً في قتلهم وقتل إخوة لهم لتنفيذ مطامعهم الخاصة. تدهور العملة الوطنية لا يعني الميليشيا في شيء، وأرقام تدهور الاقتصاد لا يبعث فيهم القلق، ونفاذ الميزانية الاحتياطي لا يعنيهم، وشبح الموت المخيم على اليمنيين ليس من حساباتهم في شيء. كل ما يعنيهم هو أوامر الصرف والشيكات التي تهدر المال العام لمناسبات خاصة ولأطماع مادية وسياسية لا تخص الشعب في شيء. عودة إليكم مشاهدينا الكرام لمناقشة هذا الموضوع، سيكون معنا عبر سكايب من موسكو الناشط السياسي الأستاذ يوسف مرعي. مساء الخير أستاذ يوسف. مساء النور أستاذ يوسف. نعم، في البداية أشكر قناة بلقيس على إتاحة مثل هذه الفرصة، تفضلي طرح السؤال. بداية أستاذ يوسف، لو تحدثنا عن هذه الوثيقة التي تم تداولها إعلاميا مختومة وتؤكد سحب 250 مليون دولار لفعالية يعني عرفت بيوم الشهيد، كما عفوا 250 مليون ريال عرفت بما يسمى بيوم الشهيد، ما هي قراءتك الأولية لمثل هذا الرقم ولهذه المناسبة؟ قبل الكلام عن صرف مثل هذا المبلغ،
أود التنويه أنه عندما انطلق تحالف الشر المتمثل بالحوثي والمخلوع ليجتاح كل المدن اليمنية، وفي مطلع العام 2015 تحديداً وعقب محاولة ميليشيا الحوثي والصالح السيطرة على الضالع، نهبت هذه الميليشيا حوالي 28 مليار ريال من فرع البنك المركزي اليمني. أيضاً في عدن قامت هذه الميليشيا بتفجير خزائن المصرف المركزي في عدن ونهب 600 ألف دولار. في عهد سلطة الميليشيا أيضاً أقدمت ما تسمى بتنظيم عناصر القاعدة التي تخدم في الدرجة الأولى صالح والحوثي على نهب 17 مليار ريال في المكلة، أي ما يعادل 85 مليون دولار. نعم. أيضاً في نهاية مارس آذار 2015 ومع اجتياح الحوثي لمحافظة لحج، اقتحم مسلحون مبنى المصرف المركزي بالمدينة وتم سرقة ما بداخله. أيضاً حسب محللين ماليين، ساهمت عملية السطو التي نفذتها الميليشيا بالتعاون مع شريكتها تنظيم القاعدة في النهب والفوضى واختلاسهم للنقد الأجنبي إلى تدهور حالة العملة، وساهمت أيضاً في التأثير السلبي على الاقتصاد مما أدى إلى انهياره. أيضاً تعقيباً على ما ورد في المذكرة الأخيرة من نهب بحوالي 250 مليون ريال يمني، نحن على سبيل المثال الطلبة اليمنيين دخلنا حوالي الشهر الثالث من الربع الأول، لم نتقاضى مساعدتنا المالية، بينما اللجنة الثورية تابعة للانقلابيين تعبث بالمال العام وتستنزفه. نعم. طيب، يعني هذه الأرقام التي ذكرتها أستاذ يوسف من محافظة لأخرى ومن بنك لآخر ومن مؤسسة دولية، يعني منشأة حكومية إلى أخرى، ما خطورة استنزاف ونهب هذا المال العام بهذا الشكل؟ يعني خاصة ونحن نعي تماما كيف يعيش المواطن اليمني في هذه الفترة. خطورة مثل هذا الاستنزاف لموارد البلد وللمال العام تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هذه الجماعة لا تهم إلا مصالحها الضيقة ولا تهم مصالح الشعب. ومن هنا أوجه رسالة إلى الذين انخرطوا في صفوف الميليشيا عندما كانت ترفع الشعارات البراقة أنها تحارب الفساد وتدعو إلى إسقاط الجرعة. انظروا ماذا تفعل هذه الميليشيا في استنزاف واضح للمال العام. سمعت في التقرير أيضا قطع المساعدات الضمان الاجتماعي. نعم. التي كان يتقاضاها الفقراء. أيضا هذا يدعو السلطة الشرعية ممثلة برئاسة الجمهورية وبالحكومة انطلاقا من قرار مجلس الأمن الأخير المتمثل بتجميد أصول صالح إلى سرعة التحرك إلى سرعة التحرك واستعادة أموال الشعب المنهوبة. نعم. أستاذ يوسف، يعني طبعا هذا هو أحد أشكال نهب المال العام، ولكن ربما هذه المرة ظهر بصورة مؤسسات، يعني كما أخيرا يعني سميت مؤسسة الشهيد. برأيك يعني ماذا عن توريد هذه المبالغ لمثل هذه المؤسسات التي قد تكون وهمية فيما يسمى بمؤسسة الشهيد، وصرف هذه المبالغ؟ يعني حتى لو لاحظنا في سياق الوثيقة أن هناك 5 مليون فقط مجرد إعداد لهذا الحفل. السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يتوقع الشعب من ميليشيا اغتصبت الدولة واقتحمت معسكرات البلد ونهبت مؤسسات الدولة؟ ما الذي نتوقع من هذه الميليشيا؟ هذه الميليشيا أتت من كهوف. أيضا أكثر ما ساعدها على التهام مثل هذه الأموال ونهب أموال الشعب هو نظام المخلوع الذي بنى فساد منظم على ما يزيد من 33 سنة. نعم. طيب، ابقى معنا أستاذ يوسف. سينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مرزوق عبد الودود، المدير التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادي من صنعاء. مساء الخير أستاذ مرزوق.
أهلا وسهلا، مساء النور. أستاذ مرزوق، يعني شحة موارد وإيرادات وأيضا أوامر لصرف لمناسبات خاصة، برأيك ما أثر ذلك على الاقتصاد الوطني؟ طبعا في ظل الأوضاع والاقتصادية التي يعيشها اليمن وتناقص وانخفاض الإيرادات الحكومية بشكل مستمر وعدم قدرة الحكومة على تغطية النفقات التشغيلية والأساسية، هذا يعتبر عبث بالمال العام. نعم. والذي يجب أن يوجه والذي يجب أن توجه هذه الموارد إلى الأشياء الضرورية والأشياء الأساسية التي يحتاجها المواطن ويحتاجها القطاع العام لتغطية وتسيير أعماله. نعم. طيب برأيك أستاذ مرزوق، ما دور السلطة الشرعية في العمل من أجل إيقاف نهب المال العام أو هذا النهب المنظم للمال العام؟ طبعا يبدو أن هناك الآن في ظل الوضع القائم للدولة اليمنية الذي الوضع القائم ما يتم الآن أن القطاع العام يتم تغطية نفقاته مثل تغطية استيراد المشتقات النفطية وكذلك استيراد السلع الأساسية وتغطية النفقات التشغيلية للقطاع العام ورواتب الموظفين، ويتم السحب من يتم سحب الاحتياطات النقدية، وهذه الاحتياطات النقدية من البنك المركزي توجد بالخارج. فالواضح ان هناك اتفاق شبه معلن، يعني شبه اتفاق، ولكن هذا الاتفاق غير معلن بين قياده التحالف مع صندوق النقد الدولي مع السلطات الانقلابيه في صنعاء بسحب من هذه الموارد عن طريق البنك المركزي، تغطيه النفقات الحكوميه، تغطيه نفقات او مصروفات المشتقات النفطيه عن طريق شركه النفط من هذه. من هذه تستطيع الحكومة والقيادة الشرعية أنها توقف صرفيات هذه المصروفات طالما أنها تتواجد بالخارج، فلا يمكن للبنك المركزي أن يسحب الاحتياطات النقدية إلا بعد إذن من التحالف وصندوق النقد الدولي، وهذه معاملة خارجية. إضافة هذا بإمكان، لكن هناك مشكلة كبيرة عندما هذا يمكن يؤدي الى عجز كبير في المشتقات النفطيه، وبالتالي ازمه اضافه الى الازمه الحاليه. بالتالي هنا الحكومه الشرعيه القياده الشرعيه مضطره الى ان تتعامل بهذا الشكل، ولكن هذا التعامل يتم بين البنك المركزي وشركه النفط المكلفه باستيراد هذه المشتقات النفطيه. نعم. هناك من وقت لآخر أيضا تسريب وثائق بأوامر صارف كبيرة للقائمين بأعمال الوزارة، وثائق مسربة لتغطية نفقات هذه الاحتفالات. طيب أستاذ مرزوق، يعني انعدام المشتقات النفطية أو شحها، أيضا ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني، هذه يعني النهب المنظم للمال العام من فترة لأخرى، هذه ليست المرة الأولى كما سرد في حديثه معنا الأستاذ يوسف، كيف يمكن للمواطن البسيط مواجهة كل هذه الحروب الاقتصادية الدائرة من حوله والتي ربما يعني لا تلقي لها بالا حكومة الأمر الواقع؟ طبعا لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي واصلاح او توفير المشتقات النفطيه وكذلك الحساب على سعر العمله، لا يمكن الحديث عن هذه الجوانب الاقتصاديه وفروعها بمعزل عن الجانب السياسي. فالمدخل الرئيسي لاصلاح الاوضاع الاقتصاديه هو المدخل السياسي والامني والعسكري، فلا يمكن الحديث عن الجوانب واصلاح الجوانب الاقتصاديه دون إصلاح المنظومة السياسية، دون إنهاء الانقلاب، دون استعادة الدولة وضبط سيطرتها. فالجوانب الاقتصادية لا يمكن إصلاحها ولا يمكن تحسينها إلا
بإصلاح الأوضاع الأمنية واستتباب الأمن وتوقف الحرب وهذه الجوانب. نعم. فالملاحظ أن الحكومة ليس لها إيرادات، الدولار لم يتدفق إلى الخزينة العامة، كل سحب من الاحتياط النقدي. نلاحظ أن البنك المركزي خلال الفترة الماضية قبل أسبوع إلى أسبوعين كان في أصدر قرار أو تعميم للتجار الذي يستورد السلع الأساسية كالقمح والسكر والأرز وغيرها من هذه السلع الضرورية إنه أما بيصرفهمش دولار من أجل استيرادة بسعر الرسمي 115. هذا يضطر المواطن يضطر التاجر إلى شراء الدولار بسعر أكبر من السوق الموازي والتي هي 150 180 دولار 180 ريال مقابل الدولار. هذا بالطبع يؤدي إلى زيادة سعر أسعار السلع الغذائية من قبل التجار لأنه اشترى بسعر أعلى من السعر الموجود في البنك المركزي، وهذا يؤدي إلى زيادة التضخم. اليوم نسبة التضخم تزيد عن 30%، النمو الاقتصادي بالسالب يزيد عن 34%، وربما يتفاقم هذا الأمر. نعم. البنك المركزي اضطر إلى إصدار هذه التوجيهات والتعليمات لأنه الخيارات أمامه كلها مرة. خيار إما نفاذ العملة الصعبة والاحتياطيات النقدية أو زيادة مستويات التضخم وزيادة الأسعار، وهذه يواجهها المواطن. فالخيار كلها خيارات مرة. إنما عندما لو بقى يستنزف الاحتياطيات النقدية بيصل إلى شيء اسمه إفلاس الدولة. إيش يعني إفلاس الدولة؟ معناه ذلك إفلاس الدولة انهيار المنظومة الاقتصادية. بالتالي اضطر إلى هذه التوجيهات. ربما فيما بعد الآن نلاحظ أنه في أخبار أنه لا صحة لهذا الكلام أو ذاك، وإن شاء الله يتم توفير ابقى معنا أستاذ. نعم أستاذ مرزوق ابقى معنا، سنعود لنقاشك في بعض الجوانب الاقتصادية، ولكن عودة إلى ضيفي عبر سكايب الأستاذ يوسف مرعي. أستاذ يوسف، يعني سمعت ربما حديث الأستاذ مرزوق ويتحدث عن هذه الكارثة الاقتصادية التي تمر بها البلد، يعني لو تحدثنا عن استمرار لنهب المال العام أستاذ يوسف في ظل هذا الاختناق الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن، فإلى أين سنصل؟ خاصة وهناك من يتحدث بأن جزء من هذه المبالغ لو كانت صرفت على الأقل للطلاب في الخارج ربما لفكت كثير من معاناتهم، يعني اليمني تضيق عليه سواء كان في الخارج أو في الداخل. عندما نتحدث عن الكارثة نتحدث عنها أنها بدأت في 21 سبتمبر تاريخ إسقاط مؤسسة الدولة والسطو على المال العام وتعيين مراقبين للجنة الثورية العليا. قرأت مؤخرا عن إجراءات تعسفية ضد رئيس الهيئة العامة للاستثمار لسبب أنه لم يتم صرف رواتب شهرية لمشرفي اللجنة الثورية العليا في المؤسسة. اليوم أريد أن أعقب على لقائنا بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي. نعم. طرحنا عليه الكثير من القضايا ولو استطردت قليلا. طرحنا عليه أن في كل سفارات الدنيا في العالم هذه السفارات تمجد الأعياد الوطنية لبلدانها والأعمال الخالدة لشعوبها، إلا سفارتنا في موسكو في سابقة خطيرة للغاية أقدمت على الاتصال بقيادات الجامعة لسحب الاحتفال بذكرى عيد الجلاء الذي نحتفل به على ما يزيد من 40 عام. أيضا أحد موظفي السفارة استخدم جوازه الدبلوماسي مضللا الجانب الروسي أن الاحتفال ب 11 فبراير الذكرى الخامسة أن هذا الاحتفال عبارة عن مجموعة أو أن الطلبة عبارة عن مجموعة من الدواعش. طيب يوسف، يعني ممول سعوديا. نعم حتى نركز موضوعنا. نعم حتى نركز موضوع الاقتصادي. هل طرحتم على السيد وزير الخارجية مشكلتكم الاقتصادية ومعاناتكم كطلاب؟ طرحنا على السيد معالي وزير الخارجية هذه المشكلة، وطرحنا بعض صور الفساد. نعم. من ضمنها على سبيل المثال
أن أحد مبتعثي التعليم العالي لأنه لو وصل بشبكات محسوبية التابعة لصالح تم توظيفه في السفارة يستلم من وزارة التعليم العالي مساعدة مالية، ويستلم أيضا من وزارة الخارجية، وأيضا هؤلاء برضو موظفين في وزارة الداخلية في ازدواج وظيفي غريب جدا. نعم يعني بالتأكيد في تنافي واضح مع 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 قانون مع المادة 35 من قانون البعثات. طيب هذه الاختراقات القانونية أستاذ يوسف، يعني بالتأكيد ما يتم الحديث عنها الآن هو أيضا ضمن سياق إهدار المال العام، يعني هذه المبالغ التي تصرف من ميزانية وزارة التعليم العالي أو وزارة الخارجية، وهناك أيضا أوامر صرف أخرى خارجة عن القانون وأيضا من قبل جماعة خارج إطار القانون، كيف تعلق على هذه النقطة؟ في ظل الضائقة التي تعيشها البلد وانهيار العملة الوطنية، تخيلي أستاذتي العزيزة أن وزارة التعليم العالي لا زالت تبتعث إلى الآن طلبة للدراسة في الخارج، لا تبتعثهم كونهم كفاءات أو أنهم يعني تبتعثهم لأنهم فقط محسوبون على جماعة معينة وعلى فئة معينة. نعم. إذن ابقى معنا أستاذ يوسف، سأعود إليك، ولكن بعد أن أذهب للأستاذ مرزوق عبد الودود. أستاذ مرزوق، يعني أنت تحدثت عن ربما ما يفترض على الشرعية أن تقوم به حفاظا على المنظومة الاقتصادية حتى لا تعلن الدولة إفلاسها وتختل هذه المنظومة الاقتصادية، برأيك هل مسألة تحرير صنعاء مرتبطة بتحرير المركز المالي الذي يتعرض ربما له منظم، أو يمكن للشرعية أن تقوم بحلول اقتصادية خارج دائرة صنعاء؟ في الوقت الحالي هو الاتفاق الذي قلنا الموجود والغير معلن بين القيادة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية وكذلك سلطات صنعاء، هذا من أجل هناك ضغوطات دولية من قبل المجتمع الدولي كروسيا وأمريكا وبريطانيا وأيضا بعض الدول الإقليمية على أساس أنه يتم الوصول إلى تسوية سياسية. نعم. فالواضح انه لا الواضح انه لا لا هناك لا توجد رغبه واضحه لدى التحالف بالحسم العسكري في صنعاء، فربما انه يتم في هذه الابناء الحفاظ على الدولة وعلى منظومة الدولة من الانهيار والحفاظ على الاقتصاد من الانهيار وعدم اللجوء للحكم العسكري، وهذا ما يبدو واضحا لتسيير الامور الاقتصادية والسماح لسلطات صنعاء باستخدام الاحتياطيات النقدية وغيرها. فربما في الأيام القادمة إذا لم يتم إما هذه الطريقة أو تلك الطريقة واستعادة الدولة وبقاء الوضع كما هو عليه، هذا بالتأكيد وبدون شك يؤدي إلى انهيار اقتصادي. نعم. إن لم يكن هناك خصوصا تدخل تدفق للدولار والنقد الأجنبي إلى اليمن. نعم، بالتأكيد هذا ما لا نرجوه، أن تصل الأمور إلى هذا الحد. شكرا جزيلا لك أستاذ مرزوق عبد الودود، المدير التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. ابقى معنا أستاذ يوسف مرعي، سنذهب فقط لفاصل قصير ونعود إليك وللسادة المشاهدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عودة إليك أستاذ يوسف. أستاذ يوسف، يعني نحن كنا نتحدث عن مناسبات خاصة تصرف لها هذه المبالغ الكبيرة من ميزانية الدولة، برأيك ما خطورة إهدار المال العام لأجل مناسبات خاصة، خاصة في ظل أن من يتحكم بالمركز المالي هي مجرد ميليشيا انقلبت على الدولة؟ أستاذتي العزيزة، عندما نتكلم عن
إهدار المال العام لمثل هذه المناسبات. الشيء الذي يدعو إلى الاستغراب، ما الذي نتوقعه من مثل هذه الميليشيا؟ هذه الميليشيا اختطفت الدولة، تقتل اليمنيين كل يوم، أيضا السرقة أو النهب كأنه مؤصل أو مؤصل في مذهبهم الفقهي، أن تسرق مال الشعب هذا حلال. أيضا هذه الميليشيا ستتمادى، لماذا؟ لأنه لا توجد سلطات رقابة في البلد، عطل مثلا عطل عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عطلت هيئة مكافحة الفساد. نعم، هل تقصد أستاذ يوسف أن الميليشيا تتعامل، عطلت كل الميليشيا عطلت كل شيء في البلد، وبالتالي نعم منهجها اليومي هو النهب. نعم، هل تقصد أستاذ يوسف أن التعامل مع المال العام من قبل هذه الميليشيا أنه مجرد فيد؟ نعم، هذا ما يحصل. هي تتعامل مع المال العام، إذا ما قرأنا التاريخ قليلا وعدنا النظر إلى الوراء، فقهاءهم يؤصلون لنهب المال العام ويعتبرونه فيدا. نعم، إذن ابقى معنا أيضا أستاذ يوسف، سينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي وليد الأبارة. مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور أستاذ وليد. يعني بداية، النهب 250 مليون باسم يوم الشهيد، كيف تقرأ هذا الرقم في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلد؟ شكرا لكم وللأخ يوسف والأخوة المستمعين. أولا دعينا نتحدث عن الضحايا أو ضحايا الجهل العنيف والمركب، ضحايا الإيديولوجيات العقدية المبنية على الخرافة الذين قدمتهم الميليشيات، ترابين بغية الوصول إلى أطماعها القائمة على الحق الإلهي والوصول للسلطة. هذا اليوم أو رمزية هذا ما تحاول أن تفرضه جماعة الحوثي من خلال يوم الشهيد، وهو على فكرة يوم الشهيد تحتفل به الجزائر وكثير من الشعوب التي لها ملاحم تاريخية تجاه الاستقلال، بينما الحوثيين لم يجذبوا اليمن سوى العار والنار ولا شيء أكثر. مع ذلك نترحم على كل اليمنيين شعبا وإنسانا الذين قتلتهم الميليشيا واستحل الدولة. هذا الجانب الأول. أما الجانب الآخر وهو قضية المال العام، نحن حينما نتكلم على المال العام يفترض على أن هناك جهة أو سلطة في الأمر الواقع تجيب أو لها تعاطي سياسي وفق منظومة الدولة أو إدارة الدولة، لكن نحن نتحدث عن ميليشيا، نحن نتحدث على ميليشيا لا تملك الحد الأدنى من الفهم للقانون ولا الحد الأدنى لمؤسسات الدولة ولا الحد الأدنى لأبجدية العمل السياسي والعلاقة الدولية ولا أبجدية وظائف الدولة. لا زالت الميليشيات خادمة من خارج التاريخ تعتقد على أن اليمن بالنسبة لها طيب، يعني بالنسبة لها الدولة ومؤسسات الدولة غنيمة. هذه الميليشيات أو سلطة الأمر الواقع سلطة الإنقلابيين بالتحالف مع مؤسسة الدول العميقة التي بناها النظام السابق أو نظام المخلوع تعتقد على أنه الإدارة تدير الدولة وفقا لمزاجها الحربي، لمزاجها الحربي، ولا تديرها وفقا لمصالح المواطنين. هي أصلا ليست معترف على أن هناك شعب وعلى أن هذا الشعب يمتلك السلطة، وبالتالي بمعنى يمتلك السلطة هو الذي يمتلك الإرادة والتي وأمواله هي التي تمول أو التي تعمل السبب عمل الضرائب وغيرها. وبالتالي كان يفترض على أنها تقوم بتوظيف المبالغ أو جزء من المبالغ تجاه مواطنيها، تجاه المرضى، تجاه المستشفيات، تجاه التعليم، تجاه الطلاب المبتعثين للخارج، الأسعار الغذائية، أشياء كثيرة جدا. لكن نعم، للأسف سلطة الأمر الواقع لا تحترم حقوق مواطنيها، لا تحترم
العالم ولا تحترم حتى نفسها. نعم أستاذ وليد، يعني هناك ربما تساؤل، يعني البلد يعيش كارثة انهيار اقتصادي حقيقي، ربما يعني كان أحد الخيارات أن ترفع العملة الصعبة الدولار مقابل الريال اليمني، أو تعلن أو يعلن إفلاس الدولة. كما تحدثت يعني لا يوجد لديها أي حس هذه الميليشيا حول ما يحدث. من سيحاسب ويراقب سلطة الأمر الواقع طالما يعني والدولة تم الانقلاب عليها وهي تعيش يعني خارج البلد؟ للأسف الشديد اليمن يعاني مشكلة خطيرة جدا، هي مشكلة الاحتفاظ. قد يصل الأطراف السياسية في لحظة معينة إلى تسوية سياسية. سنة الحياة. كل حرب تنتهي بدأت باختلاف سياسي وتنتهي الحرب باتفاق سياسي. هكذا هي السياسة، ولكن لا أعتقد على أنه الاقتصاد حينما ينهار الاقتصاد وتنهار العملة قد لا يستطيع الطرفان أن يتداروا الكارثة. هناك كارثة حقيقية تنتظر اليمن، كارثة على المستوى الاقتصادي بالتحديد، قد تنهار العملة وقد نورث هذا الخراب والدمار لأجيال قادمة. وتتحمل طبعا سلطة الأمر الواقع الانقلابيين المسؤولية الأكبر، وإن كانت المسؤولية أيضا تمتد لتشمل كل الأطراف حقيقة، لأن الوضع الاقتصادي لا يمكن أن يلقى، إن كان هو السبب بهذا بلا شك، ولكن أيضا كل اليمنيين معين بإيجاد ولو حتى بسيط من الأمل، أو على الأقل يفترض على أنه يظل الأفق السياسي يعمل بينما الحرب تنفي. لماذا؟ لماذا؟ أنا أولا من أجل المصلحة الوطنية الرئيسية وقد تكاد الحاسمة الذي هو موضوع العملة. ما الذي سيحدث عن انهار اقتصاد اليمن؟ وما هو المستقبل الذي يمكن أن نذهب إليه في ظل انهيار الدولة أو في ظل ما بعد الحرب أو أثناء الحرب حاليا؟ إلى أين سنذهب؟ ما يعني كلها بصراحة كلها أشياء تحتاج ربما الوقت وحده يستطيع من يجيب، أو الأيام القادمة تستطيع أن تجيب على الكثير من التحديات التي نخوضها. تحمل بشكل رئيسي الميليشيات الانقلابية الجيش الرئيس مما يتعرض له اليمن حاليا، لأنها يعني الحل بأيديها. هي تستطيع المسألة البسيطة أن تتحول لحزب سياسي وأن ترمي بسلاح وأن يجد اليمنيين من خلال هذا قد يفتح الوسط السياسي، وبالتالي يمكن انتشال اليمن من الوضع الذي فيه. قد يمكن إنكار، قد يستطيع اليمنيين الحكومة التوافقية أن تنقذ الاقتصاد الوطني، قد تستخدم الودائع وتضعها في البنوك، قد تبدأ بمرحلة الإعمار، ولكن لا يمكن أبدا أن نذهب إلى 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 أي خطوات يمكنها أن تتلافي السقوط المريع للاقتصاد في ظل تعنت الميليشيات وتمسكها بالسلاح وتمسكها بفكرة الحق الإلهي. نعم طيب، الخرافة التي جرت علينا الدمار الألف عام. نعم استاذ وليد، يعني برايك هل الضغط الاعلامي كاشف يعني كاف لكشف الفساد هذه الميليشيا وايضا ربما توقفها في حال يعني ما ازداد هذا الضغط؟ عزيزتي اختي الكريمه، الفساد الاكبر هو من يريد ان يحكمك او يقتلك، هذا هو الفساد الاكبر. وما دون ذلك هو فساد ثانوي ولا يعد فساد اول او لا يعتبر الضروره الدرجه الاولى. هناك من يريد ان يحكمك او يقتلك، هذا الفساد الرئيسي ومن خلاله تاتي كل الموبقات. هم الحوثيين للاسف اعتمدوا على اقتصاد موازي الذي هو اقتصاد السوق السوداء، وهذا السوق ياتي في ظل صراع الحوثيين مع المؤتمرين ايضا. هم لديهم الان اقتصادهم، حتى انهم ينتجون طبقه ينتجوا او يخلقوا طبقه اقتصاديه قائمه على السوق السوداء. هم في البدايه حينما كانوا في صعدة كانوا يعتمدون على الاموال التي تاتي من خارج الحدود، ثم يعتمدون على الاموال والجبايات التي يجدونها من جيوب المواطنين عن طريق الزكاه وما الى ذلك، وابتزاز المواطنين والى اخره. والان هم يعتمدون على السوق السوداء، السوق السوداء لقد مثلت لهم ربح كبير جدا وراكمت لهم الارصده، وبالتالي خلقت صراع
موازي لاقتصاد الدوله المضحك والضعيف على الاقل الذي يديره البنك المركزي، وربما هو الخيط الوحيد الذي لا يزال هناك نوع من التوافق او الاتفاقيات ما بين الحكومه او الجانب الحكومي والميليشيات الانقلابيه، على اعتبار على ان هناك مناطق تحت سيطره الحكومه او الحكومه الشرعيه وتذهب اليها المرتبات، وهناك ايضا مبالغ تاتي من المناطق المحرره تذهب الى داخل البنك المركزي، يعني بمعنى لا يزال هناك البنك المركزي تحت اشراف دولي دائم تحت التنسيق المشترك، وين كانت الميليشيا تسيطر عليه بحكم وجود البنك المركزي في العاصمه تعالى تسيطر عليه. نعم اذا شكرا. كل هذه الاشكاليات وكل تجعلنا امام مازق حقيقي، خصوصا ان الميليشيات ايضا قامت بنهب المعسكرات. نعم نهب اتضحت الفكره استاذ وليد، نهب البيوت ونهب الممتلكات المتاجره. نعم. بالعقارات الان كل هذه تشهد في ثراء وخلق طبقه اقتصاديه معينه على طريقه بدائيه جدا، وبالتالي بينما يخسر كل اليمنيين الميليشيا ربما تربح هي وامراء الحروب التي بداخلها. نعم شكرا. نحن امام معضله حقيقيه. شكرا لك استاذ وليد الاباره. استاذ وليد اسمح لي، يعني انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك استاذ وليد الاباره الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عوده اليك استاذ يوسف. استاذ يوسف، يعني ربما نحن نتحدث عن ضغط اقتصادي غير عادي على المواطن البسيط في ظل يعني انعدام مصادر الدخل اليومي، خاصه انه نحن نعلم ان اليمنيين ربما يعتمدون على مساله الدخل اليومي في اعمالهم، الاعمال الخاصه تقريبا شبه موقفه، المجهود الحربي ياكل ما ياكله من رواتب الناس الموظفين الذين يعني استقطعت الاكراميات من رواتبهم، هذه الضغوط الاقتصاديه على الشعب، هل تتوقع ان يظل هذا المواطن البسيط متفرجا على هول يعني هذه الميليشيا التي يعني تريد ان تنهب كل ما تمر عليه؟ اشكر الاخ وليد العبارة على اضافته الجميله. في تصحيح للمفاهيم، نعم، سلطه الامر الواقع اليوم يفرضها الذي يسيطر على 80% من الجغرافيا، الذي يساهم، لكنه الى الان استاذ يوسف لكنه الى الان لم يستطع ان يفرض سلطته الحقيقيه. نحن نتحدث عن من يملك السيطره على مؤسسات الدوله. هنا الاشكال، يعني امام ليس امام المواطن اليمني اليوم من خيار الا ان يحمل بندقيته ويلتحم بصفوف المقاومه الشعبيه لتعجيل اسقاط الميليشيا والحفاظ على ما تبقى من مؤسسه من المال العام. ايضا على دول التحالف العربي ان تعي هذه المشكله الكبيره. نعم. وان تعجل بسرعه الحسم العسكري. نعم. برايك يعني استاذ، هل كشف فساد الانقلاب ربما والحديث عن في الوسائل الاعلاميه وايضا محاوله محاربته بكل الوسائل، هل يعد هذا يعني شكل من اشكال المقاومه الاقتصاديه؟ نعم، ولاننا نعيش الذكرى الخامسه لذكرى الثوره 11 فبراير، ما زالت هذه الثوره مستمره، وهذا الكشف وفضح هذه وقبح الميليشيات على كافه الاصعده يعتبر انتصار للذات اليمنيه من جديد، وان لا مكان لهذه الميليشيات في مستقبلنا. هؤلاء لم يكونوا يوما ما خرج عليهم الشعب قبل اكثر من 50 عام، كيف سيكونون جزء من المستقبل يعني في الالفيه الثالثه مثلا؟ نعم. طيب برايك استاذ يوسف، يعني كنت قد سالت الاستاذ وليد عن من يمتلك حق محاسبه هذه الميليشيا، يعني التي ربما هي الان من تسيطر على يعني البنوك وعلى مؤسسات الدوله بشكل عام، والدوله ايضا تم الانقلاب عليها، وكما تفضلت في بدايه الحديث بانها حتى عطلت كثير من الاجهزه الرقابيه. يمتلك الحق اليوم في محاسبتها المقاومه الشعبيه والشعب. الشعب يجب ان ينتزعهم كمسامير صدئه من جدار يتهدم. لابد ان يسقطوا وباقرب فرصه، لان لا خيار امام اليمنيين اليوم
إلا أن يبنوا مستقبلهم بعيدا عن كل هذا القبح وبعيدا عن هذه اللعنة التي حلت على اليمنيين. نعم، طيب أستاذ وليد، يعني ونحن نتحدث عن أشكال النهب التي تتفنن الميليشيا بها، هناك أيضا يعني من يشكو دائما أنه وصلت على مستوى يعني لا ننسى بالطبع قصة المجهود الحربي والاستقطاع الدائم من رواتب الموظفين لأجل هذا المجهود، أيضا هناك على مستوى رسائل الاس ام اس من في التليفونات التي تنهب الرصيد، وحتى على مستوى رصيد الإنترنت هناك يعني حملة ربما عالية المستوى بأن هناك يعني كثير من الشكوى حول هذا الأمر، يعني هناك مصروفات غير عادية ربما تنهبها الميليشيا، هل تصب جميعها في ظل الحروب التي تحارب بها اليمنيين، يعني تأخذ من فئة لتحارب بها فئة أخرى؟ أستاذ يوسف هل تسمعني؟ نعم أسمعك. لو سمحت أعيد السؤال. كنت أتحدث عن الأستاذ وليد الأبر. نعم، كنت أتحدث عن تفاصيل أخرى لأشكال النهب التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، منها طبعا الاستقطاعات الدائمة من رواتب الموظفين للمجهود الحربي، هناك أيضا نهب الرصيد سواء رصيد الهاتف في الاتصالات أو الرصيد الإنترنت، هل تسرق الميليشيا من فئة من اليمنيين لتحارب بها فئة أخرى من اليمنيين أيضا؟ للأسف انقطع الاتصال معك أستاذ يوسف، سقط السكايب. إذن يعني مشاهدينا الكرام، كانت هذه الحلقة ربما مركزة لمسائل النهب التي تقوم بها الميليشيا، وخاصة الوثيقة التي ظهرت لوسائل الإعلام فيما يعني تتحدث عن 250 مليون ريال من ميزانية مجلس الوزراء يعني الاحتفاء بيوم الشهيد، هذا الشهيد الذي غرر به والذي ذهب ليحارب أخيه اليمني، يتم أيضا نهب مال اليمنيين للاحتفاء بشكل باذخ من خلال الأرقام التي ظهرت في هذه الوثيقة. ربما لن ينتهي يعني موال النهب الذي تنتهجه الميليشيا، يوما عن يوم تتكشف الحقائق وتظهر مدى قبح، تظهر مدى قبح هذه الميليشيا. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام حاولنا أن نتحدث عن هذا الموضوع، شكرا لمتابعتكم، وشكرا أيضا لضيفي الذي انقطع الاتصال به الأستاذ يوسف مرعي الناشط السياسي كان معي عبر سكايب من موسكو، وكذلك للضيوف الذين كانوا معي عبر الهاتف الصحفي وليد الأبارة من صنعاء، وكذلك السيد مرزوق عبد الودود المدير التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية عبر الهاتف أيضا من صنعاء. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.